القرار النهائي بشأن قضية زوج نانسي عجرم فادي الهاشم صدر. محكمة التمييز تقول كلمتها. أكدت مصادر محكمة التمييز للجديد أن رئيسة محكمة التمييز الغرفة الثالثة الجزائية سهير الحركة ردت قرار النقض المقدم من عائلة محمد موسى الذي كان قد دخل خلسة بهدف السرقة إلى منزل زوج الفنانة نانسي عجرم فادي الهاشم وفارق الحياة بعد إطلاق النار عليه من قبل الأخير. وكانت المحكمة الاتهامية قد أصدرت قراراً في شهر شباط الماضي بإعفاء المدعى عليه فادي الهاشم من جميع التهم الموجهة إليه، مما دفع الجهة المدعية إلى نقض الحكم. يعتبر رد طلب النقض القرار النهائي في القضية، وبالتالي براءة فادي الهاشم من جميع التهم الموجهة إليه. وكانت قد أصدرت المحكمة في فبراير الماضي قرارها الأخير بشأن أزمة الدكتور فادي الهاشم، وذلك بعد مرور 3 سنوات على الواقعة. وقررت المحكمة منع المحاكمة عن الهاشم لما أسند إليه وحفظ الرسوم والنفقات كافة. واستندت المحكمة في حكمها على أن الحالة النفسية والعصبية التي وقع تحت تأثيرها هاشم وخوفه على أسرته دفعته لقتل الشاب السوري عندما اقتحم منزله. وجاء قرار المحكمة كالتالي: من قانون العقوبات ومنطبقاً بالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبرراً لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده. وأضاف قرار المحكمة: وفي ضوء توفر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل، فأخرجه من نطاق نص التجريم بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية. وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، منع المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات. واستكمل قرار المحكمة: ولذلك تقرر الهيئة بالإجماع منع المحاكمة على المدعى عليه فادي مخايل الهاشم تبعاً لوجود سبب التبرير المنصوص عنها في المادة 184 من قانون العقوبات.